محمد البقومي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة. أستاذ محمد مرحبا بك، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا. سؤالي لك بشكل مباشر، لماذا يتكرر غرق جدة، غرق أنفاقها وشوارعها بالرغم أنه هذه مشاريع وأنفاق جديدة؟ في البداية لو تسمح لي، يعني من خلال التقارير الجهات المعنية بالدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور، يعني الحمد لله الحالة مطمئنة والوضع العام في المدينة مطمئن وليس كما يتم تداوله أو يتم. سؤالي كان لك واضح، لماذا يتكرر غرق الأنفاق والشوارع في جدة دائما؟ نعم جايك تفضل في الرد. في الموضوع بخصوص ما يتعلق بموضوع الأمطار، في ما يخص أمانة محافظة جدة، أمانة محافظة جدة ملتزمة بالمهام والمسؤوليات المكلفة فيها، ومن مهامها في هذا المجال صيانة وتشغيل شبكة مياه الأمطار في محافظة جدة، الشبكة القائمة، وسحب مياه باستخدام المضخات والصهاريج من المناطق الغير مخدومة بهذه الشبكة. من المسؤول عن غرق هذه الأنفاق والشوارع الجديدة أستاذ محمد؟ طبعا ايضا رفع مخلفات الامطار من الطرق وتنظيفها. استاذ محمد، فيما يخص النفق، طبعا احنا صدرنا بيان توضيحي فيما يخص موضوع الانفاق. طبعا المحطه الرئيسيه في لتجميع وتصريف مياه شبكات الامطار في جده في النزهه تعرضت ل نتيجة لهطول الأمطار، تعرضت إلى انقطاع تيار كهربائي، وهذا أثر على تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع منسوبها في بعض الأنفاق. من المسؤول عن تجمع هذه المياه في هذه الأنفاق الجديدة؟ طيب أنا قاعد أقول لك السبب. أي طيب جاوبني بسرعة أستاذ، أنا ما عندي وقت كثير. أي نعم، أنا حصل عطل في المحطة الرئيسية. جي. تسبب هذا العقد في تجمع، يعني انت شايفين في الامانه انه هذه المشاريع الجديده ترون بانها قامت بدورها، يعني هي وفق الكراسه والشروط وفق كل المقاييس، ها، وفيها مناهل التصريف والتي المفترض ان تقوم بدورها بشكل جيد، هذا الشيء انتم ترونه بهذا الشكل، اليس كذا؟ اعطيك مثال موضوع اللي أكثر الأنفاق يعني مثلا تضررا، هي نفق فلسطين معمار. طبعا الحي المنطقة هذه، أستاذ محمد الله يخليك، يعني اسمعني، طيب أنا بجاوبك في الكلام، أنت تبغى الإجابة اسمعني. أي طيب أنا أبغاك بس جاوبني، هذه الأنفاق الآن الجديدة هل أنتم راضين عن وضعها في الأمانة كمشروعات جديدة المفترض أنها تتجاوز الأخطاء السابقة؟ المضخات في النفق طاقتها تستوعب المياه اللي في الشارع، لكن النفق مضخته ما تستوعب احياء مجاوره مياهها غير مخدومه بشبكه مياه امطار، ويعني تتراكم هذه المياه في موقع النفق، فالنفق ما يقدر يستوعب الاحياء. طيب ما رايك في بعض المصادر التي تحدثت لمواقع الكترونيه ولصحيفه مكه التي أكدت أيضا، وهي مصادر من الأمانة، خلو معظم هذه الأنفاق من مناهل التصريف لمياه الأمطار بعد أن شهدت ارتفاعات حادة في مناسيب المياه خلال الفترة الماضية، يعني أنه هذه المناهل التصريف هي موجودة كبنود على الورق فقط مش موجودة على غير صحيح. هو خير دليل على هذا المطر السابق يوم حصلت كانت الانفاق يعني الحمد لله تعمل بطاقتها، مع انه كان في نسبه معينه مرتفعه، بس زي ما قلت لك الارتفاع هذا نظرا لانه في الاحياء المجاوره غير مخدومه بشبكه مياه تصريف مياه امطار، فبالتالي النفق غير قادر على تصريف مياه احياء، طاقه النفق تستوعب مياه في الطريق. جيد. في 23/1436 كان هناك خطاب من أمين عام جدة لإحدى الشركات المسؤولة، وكان خطابا حادا عندما قال بأن مشاريعكم تخالف الأوامر السامية، وطالب إياها بإيجاد محل أو يعني حلول لمشاريع التصريف المتعثرة والتي تسببت في تعرض المحافظة إلى تجمعات مياه ضخمة، تعطل المرور، تذمر المواطنين، هذا قبل سنة تقريبا أو أكثر. فالخلل كما يقول محافظ جدة هاني أبو راس هو في الشركة المسؤولة التي لم تقم بدورها كما هو مطلوب، يعني مخالفات بشكل أو بآخر، هكذا يقول. نعم، بخصوص بموجب الأمر السامي الكريم في عام 1432
تم تكليف رسمي لإدارة مشروع مياه الأمطار والسيول بتنفيذ مشاريع المياه والأمطار والسيول في محافظة جدة. طبعا مثل ما ذكرت لك سابقا أمانة جدة مهامها ومسؤولياتها تشغيل وتنفيذ الشبكة القائمة حاليا وسحب المياه من الطرق والمناطق التي لا تخدم بشبكة مياه الأمطار. لكن ما رأيك في هذه الانتقادات التي جاءت من الأمانة لهذه الشركات والتي حملت الأمانة أيضا، حملت الأمانة مسؤولية تصريف مياه الأمطار في جدة داخل جدة، قالت بأنها هي مسؤوليتها بس السيول، وأن أمانة جدة هي المسؤولة عن تصريف مياه الأمطار داخل الشوارع؟ مثل ما ذكرت لك الأمر السامي الكريم حدد المهام وكان من ضمنها الأمر السامي واضح، لكن هذه المشاريع تخالف هذه الأوامر السامية كما جاء في تصريحات الأمين أمين جدة. أي نعم. هل ترون بأن هناك مخالفات من هذه الشركات؟ والله أنا بعلق على فيما يخص الأمانة، لكن فيما يخص جهات أخرى أنا ما أليس لكم أي دور في متابعة هذه المشاريع ومراقبتها؟ قدمت رؤية عن شبكة مياه الأمطار في محافظة جدة، وفي حال إن شاء الله تم سؤال أليس لكم أي دور في مراقبة ومتابعة هذه المشاريع؟ نعم أو لا؟ لا ما احنا ما نراقب على المشاريع. أنتم ما تراقبوا على المشاريع. نعم. أنتم فقط ترفعوا كراسة الشروط والمواصفات اللي كانت مجهزة لإعداد مخطط عام للأمطار والسيول وكانت ممهدة لطرحها في منافسة من قبل الأمانة، هذا هو دوركم فقط؟ نعم مثل ما ذكرت دور الأمانة هو في هذه حدود. طيب من يراقب هذه المشاريع إذا كانت الأمانة لا تراقب وجهات أخرى أمس كذلك قالت بأن دورها يقتصر على جوانب أخرى، من يراقب إذن ويتابع؟ في جهات رقابية. من هي هذه الجهات؟ الأمانة تقول أن هذه المشاريع المتعثرة خالفت الأوامر السامية، يعني هذا خلل، من يراقبها ويتابعها وبالتالي يعني لا يقبل هذا العمل أو يوقفها، خاصة أنه كان هناك ثلاث شركات مقاولات أو أكثر منها قامت الأمانة بإيقافها، أليس كذلك؟ هذا معنى بأن الأمانة لها دور في المراقبة فيما يخص تقصد المشاريع اللي تم فيها التكليف فيها. نعم كان هناك ثلاث شركات في 2010 او 2011 تم ايقافها من قبل الامانه، ثلاث شركات مقاولات وهذا موجود في الصحف، من قبل الامانه اوقفت، معناته دور الامانه هو دور رقابي ايضا في خلط في الامور. الشركات هذه تقصدها تم ايقافها شل مشاريع وشل الشركات، كانت شركات مخالفه كما هي هذه الشركات الآن المخالفة التي تجمعت في أنفاقها الجديدة المياه وعطلت تحرك الناس. أنا الأمانة تراقب عليها، لكن الأمانة تراقب جهات الرقابية فيما يخص مشاريع الأمانة فيها، يعني على أساس الصورة تكون واضحة عندك، في مشاريع تتبع للأمانة وفي مشاريع لا تتبع للأمانة. الأمانة مسؤولية عن المشاريع اللي متى ستحل مشكلة غرق جدة والأنفاق هذه؟ السنة الجاية بنشوف نفس الحالة ولا لا؟ إن شاء الله في الأمانة زي ما قلت لك في خطة لكم، في جدول زمني، في عمل راح نشوف نتائجه خلال الفترة القادمة أو لا؟ أمانة محافظة جدة قدمت رؤيتها للشبكة داخل المدينة، وفي حال تم اعتمادها وتكليف الأمانة بتنفيذها الأمانة على تم الاستعداد. شكرا لك محمد القمي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة.